المركز الثقافي في بانياس يطلق فعاليات النادي الصيفي للأطفال بهدف تنمية مواهبهم ورعايتها خلال العطلة الصيفية. إيماناً بقدراتهم في بناء الغد وبأنهم يبنون مستقبل سوريا بعلمهم ومواهبهم وبهدف تنمية مواهب الأطفال ورعايتها خلال أيام العطلة الصيفية، أطلق المركز الثقافي النادي الصيفي للأطفال في بانياس. هذا النادي تضمن مجموعة من الأنشطة ذات الطابع التعليمي والترفيهي في إطار التأسيس لعلاقة حميمة مع المراكز بين الأطفال والمراكز الثقافية. لهذا العام أكثر من 100 طفل. الأنشطة تنوعت بين لغات روسي وإنجليزي فرنسي، رسم وأعمال يدوية، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية، منها الأنشطة ذات الطابع الموسيقي، التعريب بالآلات الموسيقية، منها الغناء، منها المسابقات. ونحن أيضا نستعد لإقامة رحلة أصبحت من تقاليد المركز، رحلة إلى قلعة المرقب، القلعة القريبة من بانياس. نشاطاتنا كانت بالنادي الصيفي 2017 المركز الثقافي العربي ببانياس، متنوعة ومختلفة وشملوا الفئات العمرية بين 6 سنين وال 14 سنة. حاولنا قد ما نقدر نخليهم يستفادوا من ناحية الأمور الفنية والرسم والأعمال اليدوية، وفي كمان نشاطات تانية علمية تعليمية. حبيت شارك بالنادي الصيفي مع الأطفال بمركز ثقافي ببانياس، منه خبرة لإلي بتعامل مع الأطفال ومنه خبرة مني للأطفال فيدون واستفيد. كان كتير حلو، كان فينا نشاطات متنوعة متراوحة بين الترفيهية والتعليمية. هدفنا كان أنه نوصل للطفل فكرة علمية وثقافية بطريقة ترفيهية ما تكون طريقة تلقينية تشبه المدارس. كانت عندنا مجموعة من النشاطات، السينما، مسرح، عروض أفلام قصيرة هادفة. عندنا فكرة أنه نأخذ الأطفال كمان لرحلة، رحلة علمية تعريف على قلعة المرقب، بحيث يكون الطفل يطلع من النادي بمعلومات علمية وبنشاطات ترفيهية. مركز ثقافي فيه كتير نشاطات حلوة، بعلمنا أشياء مفيدة، هو كتير حلو. المركز الثقافي كتير حلو، ناخد فيه نتعلم لغات مثل فرنسي وإنجليزي وعربي وروسي. تتوزع فعاليات النادي الصيفي بين الأنشطة الترفيهية والتعليمية ليضم أكثر من 100 طفل وطفلة، كما تتضمن ورشات ودورات تعليمية في مجالات متعددة كالرسم والأعمال اليدوية والأشغال وحفلات موسيقية ومسابقات ترفيهية. لنبض الحياة في سوريا طعم آخر تكلل ببراعم المستقبل، وفي كل نشاط ثقافي إعلان حقيقي عن استمرار الحياة بكل تفاصيلها.